شعر جيبوا زيت سمسم، جيبوا زيت حبة البركة، شكرا يا سما، جيبوا زيت حبة البركة، جيبوا إكليل الجبل، امزجوهم مع بعضهم، يكون زيت السمسم من نص لتر أو إلى لتر، وحبة البركة كمية قليلة، القزازة صغيرة، وإكليل الجبل برضو القزازة الصغيرة هذه، ثم امزجوهم مع بعضهم كلهم، اقرأ عليهم سورة الفاتحة 7 مرات، واقرأوا الآية 5 في سورة الحج، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، وانفثوا عليه، نعم، وابدوا ادهنوا رؤوسكم في الأسبوع 3 مرات لمدة 2 ساعة، يبقى الزيت في الشعر لمدة 2 ساعة كل ليلة لمدة 3 ليالي، وبعدين تغسلونه بصابون شو اسمه، شكرا، بس شامبو الأطفال، شامبو الأطفال هذا اللي ما فيه مواد حارقة أو لا دموع بعد اليوم، تعرفونه كلكم، ما أدري شو اسمه، جونسون مدري، حق الأطفال. الآية 5 في سورة الحج. قستين نبدأ في التفسير. اللي عندهم الصرع مفيد جدا لهم، زيت الزيتون عليه آية الكرسي 7 مرات والفاتحة 7 مرات، ثم يدهن الرأس ليليا بزيت الزيتون حتى الصباح.